اليوم تم تدشين جائزة الشيخ خالد الغانم للتفوق العلمي للطلاب والطالبات لهذا العام 2042. الحقيقة هذه الجائزة أتت من أجل رعاية وحث وتقدير أبنائنا وبنات الطلاب والطالبات الذين يحصلون على نتائج عالية وتحصيل دراسي مرتفع خلال العام الدراسي. وهذه الجائزة حقيقة جاءت برعاية ودعم من الشيخ خالد الغانم جزاه الله خير الذي تبرع وتكفل بقيمة هذه الجائزة، وهي تأتي امتداد للمسؤولية المجتمعية الذي يحملها. هذه الجائزة الهدف منها كأهداف الجوائز في كل محافظة، فهي رافد من روافد التفوق والابتكار، وهو مصدر إلهام للمتفوقين. فيسعدني ويشرفوني أن أضع لهذه الجائزة محفظة استثمارية قدرها مليون، وتكون جائزة 100,000 فما فوق لتشجيع الطلاب على التفوق والتنافس الشريف في هذه الجائزة. هذه الجوائز قيمتها لا ترتقي أن تسمى جائزة، لكنها رسالة لأفراد المجتمع ولرجال الأعمال أن يشاركوا بقدر ما يستطيعون، فهو نور لهم في الدنيا والآخرة.